جماعة الحوثي تعترف رسميا بفشلها وعجزها في إدارة الدولة اليمنية. لنشاهد التفاصيل. اعترفت سلطات الجماعة الحوثية اليوم بشكل رسمي ولأول مرة بالفشل والعجز في إدارة الدولة بعد 7 سنوات من انقلابهم على الإجماع الوطني في سبتمبر 2014. وقال القيادي البارز في الجماعة الحوثية محمد آل الحوثي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى في تغريدة له على حسابه بموقع تدوين المصغر تويتر أنهم ورثوا دولة مفككة تحكمها الإقطاعية والوساطة وتحركها الرشوة والابتزاز وتدين بولائها للخارج وتستلم رواتبها منه، في اعتراف ضمني بالفشل الذريع وتخوين مباشر لكافة موظفي وقيادة الدولة. وأضاف وقد تغولها مجموعة من النفعيين واستثمروا علاقتها من دولية إلى شخصية إن لم تكن في أغلب الأحيان علاقة استخباراتية، وبدلا من بناء الدولة بنت خلال الداخل والخارج وحصنتها بأرصدتها، في اتهام صريح لكافة مسؤولية الدولة اليمنية بالعمل لصالح دول خارجية، ما يؤكد تكرار الجماعة الحوثية لذات السلوك المستنكر. يأتي ذلك في ظل احتقان شعبي واسع يشهده الشارع اليمني بفعل نهب الجماعة الحوثية للمرتبات وفرض الجبايات والإتاوات وتدمير الخدمات الأساسية والمنشآت الخدمية بشكل متعمد.